إذن معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان الدكتورة شذا. شذا أهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخير دكتورة شذا. يسعد صباحكم ست روان وسيد عمر، وبصبح على كل المستمعين والمشاهدين. وبما أنه نحن في موسم لسه يدوب طالعين من عيد الأضحى، بحب نعم. أهني أمتنا العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بالأمن والسلام نعم. لكل أمتنا العربية. ينعاد عليك. نفس الوقت بحب برضو أتمنى بداية موفقة للطلاب في بداية العام الدراسي، لأنه اليوم أظن يصادف اليوم الأول من الدوام لأغلب طلابنا في البلاد العربية. صح. بداية موفقة يا رب. يعني دكتورة شذا ينعاد عليكي بالخير دائما، واحنا كثير مبسوطين بوجودك معنا في يوم جديد. يعني في المقدمة تكلمنا عن فكرة اتخاذ قرار الإنجاب، انه هذا الموضوع مش سهل ويحتاج الأبوين الى الكثير من الوعي للتعامل مع الأطفال وتربيتهم بطريقة سليمة. في رأيك امتى ينبغي ان تبدأ فترة التأهيل؟ سؤال جميل جدا. هلا متى ما اتخذ بالدقيقة اللي بتخذوا فيها القرار الزوجين في الإنجاب، المفروض أنه يبدأوا في التهيئة، تهيئة أنفسهم. يعني هلأ مثلا نحن أو أي شخص، لنقول على سبيل المثال حابب يتعلم قيادة السيارة، فبده يتعلم قوانين المرور أول. وكذلك الأشخاص المقبلين أو المقتنعين واللي عندهم حرية القرار كان في الإنجاب، عليهم أنه يتهيئوا نفسيا. لا يعني مش بس أنا أجيب لوازم البيبي وأجيب له سريره، كمان أنا بدي أكون مهيئ لهالمسؤولية إنجاب الأطفال، مهيئ أنه أنا شو واجباتي، شو حقوقي، شو مسؤولياتي. والزوج يكونوا شركاء في التربية، يعني يكونوا مقتنعين تماما بهالمسألة. نعم. وبرأيك دكتورة كيف يتم هذا التأهيل؟ يعني احنا نعرف يمكن هناك بعض الأماكن فيها مؤسسات، هذه المؤسسات مسؤولة عن هؤلاء الشباب، طبعا المتزوجين حديثا أو المقبلين على الزواج، لتأهيلهم. لكن المنهاج الموجود في هذه المؤسسات هل برأيك يكفي لتأهيل هؤلاء الشباب فعلا؟ هو أكيد بيلعب دور كبير، يعني دور كبير، وأنا مع هالمؤسسات اللي يعني بتهيئ الأزواج أولا لفكرة الزواج وكيف يتقبلوا اختلافهم في الطباع، وبنفس الوقت بتوعيهم ويعني تعمل على توعيتهم وتثقيفهم في موضوع الأبناء وكل فئة عمرية وخصائص هذه المرحلة، بتصحح لهم أخطاء وبتقدم لهم معلومات. فأكيد أنا مع هالمؤسسات، وأصبح في يعني في بلادنا الحمد لله في أكاديميات يعني اللي بتتعامل أو بتهتم في موضوع الأطفال وكيف مسؤولية يعني شو واجباتهم وشو حقوقهم وهيك. نعم دكتورة شذا، يعني كلمينا بشكل عام عن أساليب التنشئة الاجتماعية للطفل، وقد هذا ممكن يأثر على تكوين شخصية الطفل على المدى البعيد. جميل. هل عادة يعني في ثلاث أنماط من التربية المتعارف عليها عندنا؟ أول شيء التربية المتسلطة، اللي هو عادة ما الأهل بفرضوا الأوامر ومن دون حتى يعني السماح للأطفال في مناقشتها. طبعا هالتربية اللي من هالنوع اللي هي التربية التقليدية، ينشأ الطفل وهو مهزوز، ثقته بنفسه قليلة أو معدومة حتى، وما بيصدق إمتى يعني مع تقدم العمر إمتى يتخلص من هذه السلطة. نعم. وأكيد هذه التربية مش تربية يعني سوية سليمة. نعم. في عنا كمان تنشئة تاني اللي هي التنشئة المتساهلة، اللي الأهل اللي ما في عندهم لا قواعد ولا انضباط ولا، فكمان هذه كمان سيئة جدا، لأنه الطفل بربى ما بتعود، لأنه كونه ما تعود على تلقي أنه يعرف في نظام، في رولز في البيت، في أشياء مفروض أتبعها، يصبح متمرد على الكبر، متمرد على القوانين لأنه ما تعود يأخذها. نعم. وكمان هذا مش أسلوب صحيح. وعندنا التنشئة المتوازنة اللي هي هذه الأسلوب الأمثل، لأنه بتدمج بين التربيتين اللي هي التربية لنقول المسيطرة والمتساهلة، اللي هي بتشتغل على نمو الطفل وتطور
يذكره فهي أكيد هذه التربية الأمثل. نعم. ودكتورة أعتقد هناك نوع آخر من التربية اللي هو يعكس بها الآباء ماضيهم طبعا بالتربية على الأبناء، سواء أنه كانوا مثلا يتعرضون للإضطهاد في صغرهم لبعض العنف من قبل الآباء، فهذه أعتقد أيضا تسبب مشكلة. وأعتقد لكل نوع من أنواع التربية حل. كيف ممكن نحل هذه المشكلة في بداية الأمر؟ كمان سؤال جميل جدا. هلا اذا تصرف الاب او الام نتيجه خبرات سابقه، لنقول مثلا تعرضوا لحقهم ظلم او اسوه من والده لهالزوج هذا، فاذا بده يتصرف باللاوعي حيتعامل بالتربيه كانها ارث وكانها وراثي، ويقول لحاله زي ما انا تربيت رح اربي. نعم. وهذا أكيد شيء خطأ. من هون دور إنه يتوجه لخبراء، يتوجه لمختصين حتى يتعامل بالتربية كمسؤولية وكواجب ومش من مخلفات التجارب اللي مر فيها. نعم دكتورة، يعني إذا تكلمنا برضو عن السلوك الشخصي للأبوين، الأطفال يعني غالبا ما بيكتسبوا سلوكهم عن طريق التقليد، فبالتالي الطفل بيحتاج إلى القدوة الصالحة. كيف يتم تحقيق هذا الشيء؟ 100% 100%. هلأ ست روان شو بيقولوا؟ إنه الطفل بالفعل يتعلم بالقدوة، قد ما نعطيه تنبيهات، قد ما نعطيه وعظ وإرشاد. أطفالنا بتفاوتوا بردود فعلهم وتقبلهم واستيعابهم لأي موعظة أو لأي توجيه، وإنما الكل، كل الأطفال سواسي بتعلموا بالنظر، يعني بتعلموا بالأفعال قبل الأقوال، أو الأهم إنه يشوف والد ووالدته كيف يتصرف. من هون نحن ضروري كمربين إنه نراقب تصرفاتنا ونراقب سلوكنا تمام، حتى الطفل لأنه يتعلم بالقدوة. وكمان أيضا واجب الأهل في اختيار مدرسة مناسبة اللي يعني تتبنى قيم وأخلاق ويكون فيها قدوة ونموذج صالح. دكتورة يعني أخيرا وباختصار لو سمحتي، يعني ما أكثر الأخطاء اللي يمكن أنت تلاحظيها طبعا في أساليب التربية بالنسبة للمتزوجين حديثا أو اللي عندهم أطفال يعني حديثي الولادة؟ هلا اكيد كل سيد عمر، كل اهل، كل اب وام بتمنوا انه يشوفوا ابنهم او ابنتهم احسن شيء. نعم. فاكيد هاي الاخطاء خلينا اقول انه اكيد ما بتكون مقصوده، بس من اهم الاخطاء برايي انه لما يكون في مثلا حمايه زائده للاطفال بطريقه انه اشل تفكيرهم وابعدهم عن الابداع وما اخليهم يتصرفوا بي 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 من انفسهم، يعني إذا تدليل زايد ممكن يكون خطأ شائع. الحماية الكبيرة، كمان الاختلاف الأب والأم في المنهج التربوي، هذه كمان يعني الأب بيفكر شيء والأم، فالمفروض أنهم يتفقوا على سياسة ومنهج واحد. وحتى لو أنا كأم مش متفقة جدا مع الأب، علي يعني أصادق الشيء اللي بيقرره حتى ما يستغل هالطفل هذا الاختلاف بين الأهل. واضح دكتورة. الذبذبة هو خطأ كتير، التذبذب في القرار هو خطأ كتير كبير كمان. اللأ تبعنا تقلب نعم، أنا ما بقول لأ لابني قبل ما أكون يعني واثقة تماما انه هذه اللأ رح اثبت عليها. نعم دكتورة، يعني لا ما تطلع برا لانه دكتورة الشمس بتضربك، ارجع اقول له في يوم ثاني تفضل اطلع. دكتورة شدا، يعني انا بعتذر عن المقاطعة ولكن يعني انتهت فقرتنا ليوم جديد. الاخصائية النفسية والتربوية دكتورة شدا هزيمة نورتينا من الاردن، وشكرا كثير لحضورك المتميز، يومك سعيد.